اشناهو هادشي افيليت الكود ديفوار اخيرا حلو للبوبليك دابا غتجي تدخل تخدم دابا لحد الصراحه باقيين لي برودوي ليميتد شويه ولكن كاين اكثر من 120 برودوي اللي دابا جاي في الطريق من تشاينا اللي باقي عليه تقريبا واحد السيمانه ماكسيموم 10 ايام يكونوا في ستوك دونك هذه هي الفرصه الواحد يبدا يلونسي شد الريتم ان شاء الله جايه الخير يلا هذا السؤال مازال كيتعاود بزاف الناس ما عارفينش كيفاش يكون عندهم لاكسي باش يخدموا في هاد لي مارشي راه سامبل ما كانش عندك كونفيسيون دي بارتنر خاصك دير لانسكريبسيون انا غنحط اللين ديال لانسكريبسيون هنايا دير شي لانسكريبسيون تابروفا لك الكونت خاصك تختار ان بلون سوا ديال الخليج ولا ديال لافريك راه بجوجهم فيهم لي بلون فري يعني ما خاصك تخلص والو اون فوا غتاكتيفي داك البلون ديال لافريك راه غيطلقوا لك هذوك لي مارشي اللي كاينين لا ديال الافيليت لا ديال المغرب لا ديال الكوت ديفوار تقدر ديك الساعه تسوسي تقدر تحط لي ليد تقدر تخدم في الافيليت باش نكمل على داك السؤال اللي قبل بالنسبه للناس اللي عندهم شي ريكويست اللي خاصه اللي باغي يحول ستوك من شي جهه اخرى اللي باغي يصيفط ستوك ديالو اللي باغي يسوسي الراس واللي عنده شي مشكل ما عرفش شي حاجه راه ساهله فبعض ما تبقى نتوما عندكم داك المشكل واحدين درنا لكم واحد هيلب سنتر كتقدر تصيفط فيه المشكل ديالك كيجاوبوك ماكسيموم راه 20 ساعه اي مشكل عندك ولا اي ريكويست عندك كيتريتاو معاك هادشي اللي ما كانش عندك اكونت مانجر كيتريتاو معاك في 24 ساعه كانت عندك اكونت مانجر راه كتهضر معاها ديك الساعه هذيك راه كتخسر تريتي معاك في دقيقه السنغال هذه راه مدويه واجده ولكن ما بغيناش لونسيو حنا تنكونوا متاكدين ان الامور غاده مزيان في لاكوت ديفوار عاد ديك الساعه نقدروا لونسيو السنغال ماشي السنغال دابا راه دي برودوي واصلين تما ديال الافيليت فهمتي حنا كنديروا البيتا تيست مع ديسيلر قلالين فهمتي الامور غاده مزيان مي بغينا حنا ما لونسيو البوبليك حتى تكون الامور مغيزه في لاكوت ديفوار ندوزو الحاجه فهمتي باش تكون الامور متقونه ماشي نقلبوا لها مخا تحل الكونتريز هكا غير باش حاجه تكون مغيزه دوز لحاجه اخرى بالنسبه لي طريف راه كنا بارطاجيناهم راه سي او دي فيز زيرو في المية يعني ما كاينش سي او دي فيز الكول سنتر حتى هو راه ماكش خاصها الكونفيرم ماكش خاصها الديليفر كتخلص غير 4500 فرون سي اف ا اللي هي الكيفالونت تقريبا شي 7 شي حاجه دولار هادي في الشيبين تليفرات الى تليفرات يعني ما تليفراتش راه ماكش خلصت شي حاجه هذا هو الطريف اللي كاين دابا في لاكوت ديفوار داك الشيء كتسول لاكوت ديفوار هاد السيد قال لك تيست واحد البرودوي خدم ليه في لافريك واش كاين بوسيبيليتي اننا نسورسيو ليه نفينونسيو ليه راه حنا كنديروا الفينونسمون 100% لي سيلر خاص غير تعطينا لي ريزولطا ديال التيست تهضر مع السيبور ولا كانت عندك اكونت مانجر كنصيفط لها واحد الفيديو لوم فيه الديتاي ديال داك البرودوي فيه الديتاي ديال الكونفرم بيبيسيتي اللي طلقتي الكوست اللي مشي بيه الثمن اللي بعتي بيه وراه كنصورتيو لك البرودوي 100% على حسابنا حنا واخا ما تكونش خدام معانا قال لك واش هاد لا فورماسيون كتصور فيها واش كافيه نبداو بها ونديرو دي ريزولت هذيك راه ماشي كافيه تبدا بها كافيه تبدا بها وتسكيلي بها ودير بها دي ريزولت او دير تسكيلي بها وتركريتي بها التيم فهمتي حيت طرقنا فيها من الواحد يلاه بادي الواحد اللي ادفانسد يعني واحد اللي يلاه واحد ديجا ادفانسد حتى هي تصلح لي ديك لا فورماسيون حتى يلقى فيها واحد الرجوع داك اكسبيرونس اللي كبير المشاكل كاع اللي طحنا فيهم كنحاولوا ان
نبارطاجيهم باش ما طيحوش فيهم الحوايج اللي صدقوا لينا مزيان كنبارطاجيهم حتى هما، لي سيكري ديال الخدمه، لي بروسيس ديال الخدمه، الطرق اللي كنديروا بهم الريسيرش، الطرق اللي كنخدموا بهم، الفيديوهات، كلشي كلشي. اللي كيسول على وقتاش غنزيدو دي برودوي جداد في الافيليت ديال المغرب؟ لي برودوي راه كيتزادوا كل نهار، عارف تقريبا كل سيمانه راه كتجي كتلقى واحد 5 10 20 مينيموم كل سيمانه على حساب لاريفاج اللي فيه كيتزادوا. ولكن ثق بيا ان بهاد لي برودوي دو اللي كاينين دابا، لما كنتيش كدير دي ريزولطا مزيانين ولا ما كنتيش كتيستي فيهم، كتيستي دي كرياتيف مزيان كل مره في دي برودوي وما درتيش بهم والو، راه ما غاديرش تبدل ديال كل جاي. بشحال تبيع البرودوي في المغرب باش تسكيلي مزيان وبغيتي تكون رابح؟ انا كنشوف دابا دي سيلر انهم كاين اللي كيبيع ب 160 درهم وكيخرج رابح وكيربح مزيان، كاين اللي كيبيع ب 240 درهم ورابح وكيربح مزيان، كاين اللي كيبيع ب 169 درهم ورابح وربح مزيان، وكاين اللي كيبيع اكثر على حساب ثمن البرودوي. فهمتي؟ انا هضرت على لي برودوي الرخاص، كاين اللي كيبيعو ب 199 وكاين اللي كيبيعو ب 299. صحاب 199 اللي لاحظت كيكون عندهم لا كونفيرماسيون ديليفري طالع. كاين اللي كيبيع 199 كتلقى عنده في كونفيرماسيون 75 80%، ديليفري كتلقى عنده 70%. اللي كيبيع 299 درهم ولا 299 كتلقى عنده تقريبا واحد كدو 50% في كونفيرماسيون، كتلقى عنده تقريبا واحد كدو 50% في الديليفري هذا الشهر هذا. سوسي في الكوت ديفوار قال لك غالي. شوف حنا في الكوت ديفوار تقريبا ما كنربحو والو. البري اللي كنعطيكم راه بري واصل اللي فيه الديوانه وفيه الترونسبور، راه يعني ماشي تقارنوا مع الثمن اللي غيعطيك السبلاير داخل فيه لا ديوانه لا ترونسبور، حتى من بعد كتخلص عاد كتخلص احسن انت البري طوطال. لقيت شي ديفيرونس قليله هذيك الساعه، انا كناكد لك ان ما غتلقاش ديفيرونس قليله. وهذيك الديفيرونس فينا فين كاينه؟ كاينه في الثمن ديال الترونسبور، حيت كنخدموا مع الترونسبورتور اللي هو كنحملوا المسؤوليه، لا ضاعت شي حاجه، لا كان دي زونيت ناقصين، لا تجلات الكوليه، لا تعطلات، دونك هادشي ما كتلقاش مع دي سوبر اخرين. كنصيفط لك الكولي تلف لك شهر شهرين ما يعقلش عليك، توصل ناقصه سير دي ما يقول لك السيرفيس، هو والسيرفيس يقول لك لا سبلاير. دونك كاين واحد لوكو زايد واحد شويه في الترونسبور، سينو داكشي الاخر كامل تقريبا راه بحال بحال. اليوم ان شاء الله غنحلوا الافيليت ديال المغرب لكلشي كاع اللي عنده بلون افريك. دونك كنتسناو قبل كان خاص في السيبور، السيبور خاصو ياكتيفي لك، مي دابا بيسكو البروسيس كامل ولا مضبوط 100%، طول دو كونفيرماسيون مزيان، طول دو ليفريزون واعر، ما بقى حتى شي حاجه اللي زعما خاصنا نردو لباس سكيلين، نقدروا نسكيلو شحال من مكان ديال ليت. دونك دابا عاد نقدروا نحلوا لكلشي الافيليت ديال المغرب. دونك اللي ما محلوش لي الافيليت يتسنى اليوم ان شاء الله غيدخل البلاتفورم غيلقى بنا. بالنسبه للطرف ديال المغرب قلنا وغنعاودو، عندك 25 درهم ليفرازون ماشي كازا ولا درب في المغرب كامل 25 درهم، الروتور 5 درهم المغرب كامل، الكونفيرمد في الكول سنتر 5 درهم، الديليفرد في الكول سنتر 6 درهم، الفولفيلمنت 5 درهم. تقريبا هادو هما الفيز اللي كاينين، دونك دي فيز اللي ما غتلقاوش قل منهم في الماركت. خدمتي راسك فول فيليتي راسك غاتمشي تشوف فيلي راسك، زعما ديتي الباكاج ديال راسك شحال غيتقام لك 5 درهم، كارطون درهم ونص، ملحه بدرهم زياده اللي غيخدم لك يبقى يقاد لك داكشي سكوتش، انت وليتي 5 درهم زائد الوقت. دونك راه فريمون اثمنه اللي ما غتلقاوهاش، اثمنه ديال خاص ديال اللي غتخلي السالر يربح الماكسيموم اللي سكيل الماكسيموم. هذا كيسول علاش ليفرازون تقيله في المغرب، نجاوبك.
لا ما تقلقش، حنا كنتبعوا الليفريزون دابا. العيون طنجة كنديروها في جي بلس ان، يعني لا غد لي فهمتي، تكونفيرمات الكوموند اليوم قبل 12، دار لها الرماساج غدا لا غد لي كتكون في العيون، غد لي كتكون في طنجة، وما جا ورا كاع داك الديفي اللي كاينين. اللي كاين بعض المرات هو تعطل في لي ميساج، واحد دانييرمون كنا بدلنا شركة شيبين شي جوج ثلاثة المرات، دونك كيكون باش يتكونكت السيستم ديالنا معاهم، كيكونوا الديفلوبر خدامين عليهم. دونك قبل ما يولي لانتيغراسيون يعني كيبان داك الشيء اون فوا تبدل السطاج عندهم تبدل عندنا، كيكون واحد شويه تعطال، يعني كندير داك الشيء مانويل كل 24 ساعه. هذا الشيء اللي غيخلي ديرو طرف الميزاجور ماشي في الليفراز. قال لك علاش اختاريتو البدايه تكون بالافيليت ماشي بالبيع المباشر؟ لا ما احنا بدينا من الاول بافيليت وبالسورسين، يعني السيلر اللي بغى يسورسي البرودوي ديالو فكيسورسي عادي فهمتي، ماشي مشكل. الافيليت حنا كنعاونوا بها الناس اللي ما كيعرفوش يختاروا لي برودوي، وحنا ما عندنا واحد التجربه في هذا المجال هذا، خلاتنا ان زعما نجيبوا دي برودوي اللي جداد، دي برودوي اللي مزيانين اللي الناس يقدروا يخدموا عليهم، وتسهل الماموريه باش كيجي الواحد كيلقى دي برودوي موجودين، ما يحتاج يتسنى ثلاثه د السيمانات ولا جوج، عادي يجيب البرودوي ياخذ فيه الريسك هو بفلوسه. دونك هذه غير كتسهل. اما اللي بغى يسوسي البروداكت فحنا من الاول كنوفروا السيرفيس لا في المغرب لا في الكوت ديفوار لا في غيره. هذا تا هو كيسول واش يقدر يسوسي راسو شي برودوي عندنا الكوت ديفوار؟ وي سي بوسيبل، بغيتي انت تسوسي راسك سوسي راسك. طيب حنا قلنا السوسي ما كنربحوش فيه، غير انه فهمتي كتحمل فيه المسؤوليه ديال الضياع ولا ديال التعطال ولا هادي، دونك ماشي مشكل. سي مون كونتاكتي غير السيبور، ولا كانت هذاك اكونت مانجر كونتاكتي، وتقدر تسوسي راسك وتصيفطنا البرودوي ديالك. هاد السيد كيسول كيفاش غضمنوا لينا انه لي برودوي ديالنا ما يكونش عليهم سباين في لا سوسيتي ديالنا؟ لا دخلتي ضربتي طلعتي غير في الافيليت ولا غير ديال المغرب، اكثر من 400 ل 500 برودوي حنا اللي عاطينو للسيلر، ماشي السيلر اللي عاطين. اكثر من 400 ل 500 برودوي ديجا متيستينو، ديجا دي برودوي وينر اللي حنا كنجيبو باش نعطيو للسيلر باش هو يخدم، ماشي العكس نتسنى السيلر انه يعطيك برودوي واحد. عطينا 400 ومازال نعطيو ان شاء الله اكثر من 1000 برودوي اللي خدمنا عليهم اللي تيستيناهم، وما كاينش شي برودوي تقريبا في المارشي ما تيستيش في العامين اللي فات، راه الاف ديال البرودوي متيستين، ما محتاجش انا شي واحد ولا محتاج شي سوسيتي سعودي بارتناشين كبار من انها تلعب هاد اللعبة الصغيور اللي يقدر يفسد واحد البروجي اللي كبير، ما محتاجينش حنا هادشي. هذا كيسول قال لك لي بري ديال المغرب عاجبينو، وكيسول ولكن لا كوموند الا خداها الكليون ولا لا كوموندا شحال الوقت باش توصل؟ دونك حنا في لا كونفيرماسيون كنحنا فرضا ان لا كوموند تكون كونفيرمات مثلا مع 12 ولا الوحده ولا جوج ولا ثلاثه، فلي سوسيتي ديال ليفريزون اللي كيخدموا معاهم كيديروا الرماساج مع 4 ونص حتى ل 5 ونص. اوكي دونك كيديروا الرماساج مع 4 ونص كيهز هو كينقلوها لديك المدينه بالليل، اللي مثلا حنا نفرضوا مثلا هاد الكوموند في طنجه، غيشدوها مع 4 ونص مع هذيك 8 ولا 9 اللي غتكون في طنجه، لا غد لي الصباح غتصبح مليفري عند الكليان، فهمتي؟ هادي خدينا من ابعد النقاط، مثلا نقولوا العيون حتى هي غتوصل مثلا مع 2 ولا 3 الصباح العيون بكميوات، كتوصل تمايا لا ديسباتشين غدا كيهز الليفرو كيليفرا. دونك عندك شي بلوس تقريبا الغالبيه ديال المدن الكبرى، كيبقاو دابا لي فيلاج اللي في الجبال ولا فادو هادوك، كنت كنقول هادوك لي فيلاج اللي في الجبال ولا اللي بعاد ولا اللي ما كيكونش فيهم الفوليوم، غالبا لي سوسيتي اش كيديروا؟ سواء كيديروا جوج مرات في السيمانه، سواء ثلاثه المرات فهمتي، ولا الا كان شي فيلاج اللي فريمون ما فيهش الفوليوم كيديروه مره في السيمانه، يعني غمشيتي لشي حاجه زعما ليكستريم راه غتليفرا
مثلا في 3 ايام 4 ايام ماكسيموم تكون مليبريا عند الكليان. في جي بلس ان تقريبا فتكون عندك في 90% الفوليوم ديالك. هاد السيد كيسول واش يقدر يحط عند الناس لعبتو وتباع عندنا في الافيديات. ايه سي بوسيبل، يمكن لك تكونتاكتي السيبور قول لهم راه عندي السلعه، تصيفط لهم لايز ديال لي برودوي كتسمى الباكي ليست، لي كارطون، لي زونيتي شحال، الثمن ديكلاري، الفالور ديكلاري ديالها بشحال باغي تحطها في الافيديات، وديك الساعه راه اللي تباعت راك تخلص فيها. السيد كيسول هو خدام في الجي سي سي نيت معانا مع السعودي بارتنر، وكيسول واش يقدر يخدم في لافريك. راه عندك يمكن لك تاركشيفي لي بلون ديال لافريك وديال الخليج بجوج وخدم في لي مارشي اللي بغيتي سون بروبليم بكونط واحد، عندك لاكسي لكاع لي مارشي اللي كيكون فيهم السعودي بارتنر، كيبقاو غير كيستيون ديال لي بلون خاص تاركشيفيهم وراه كاين الفري. هاد المشكل صراحة ديال تيك توك كيتعطل في الريفيو، فهو كاين مؤخرا تقريبا اكثر من واحد السيمانة باش ولاو وليت كنسمع هاد المشكل هذا كيتعاود الناس بزاف. في الغالب هادو راه كيكونوا فهمتي دي بوغ اللي كيكونوا جينيرال عند تيك توك اللي كيتفيكساو مع الوقت، غير فهمتي الواحد يصبر ويلونسي يلونسي في بزاف لي زاداكاونت. بعد لك تعطلات في الريفيو ما تبقاش غير تسناها، سير هزها موديفي فيها شوية في الفيديو عاوتاني لونسي مرة أخرى في شي أداكاونت آخر نفس الكام، فهمتي حاول أنك تلونسي بزاف باش يدوز لك داك الكامبين ديالك، شي وحدة تدوز فيهم ما تعطلش بسبب هاد لي بوغ هادو اللي كيكونوا. السيد كيسول على لا فورماسيون اللي متعطلح في يوتيوب، وقال لك الله يرحم الوالدين، شكرا لمجهود والدينا ووالديك، كنشكرك على الدعوة. لا فورماسيون ان شاء الله ما بقاش لها بزاف، دونك ديجا بدينا في المونتاج ديالها، داكشي الصعيب ديال التصوير راه كمل، باقي غير واحد لابارتي صغيرة هي غتصور ان شاء الله غدا، مي راه ديجا ديال لي بارتي الاولين بداو في المونتاج، ممكن ان شاء الله غير بضعة ايام ولا واحد السيمانة بحال هكاك وتكون موجودة، وان شاء الله تعجب الجميع وتعاون الجميع ونديو بزاف ديال الدعوات.